بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا النهاردة مع كورس سي بلس بلس. هنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة وهي strings. يعني ايه string؟ string دوت عبارة عن جملة او حاجة كاملة كده. string of character دوت عبارة عن جملة كاملة، كأني بقول له array نوع character، بس مش خانقني بلينس. يعني ايه مش خانقني بلينس؟ احنا لما كنا نيجي نعرف array مش كان لازم واحنا بنعرفه؟ يعني انا لو عايز اقول car تمام ايه وقوسين كده واحط جواها القيم اللي انا عايزها، مش كان لازم اجي هنا جوه الكار احدد عدد العناصر اللي جواه؟ لو ما حددتش عدد العناصر طلع لي ايرور اوتوماتيك، اهو طلع لي ايرور تحتها. تمام. الفكره في السترنج كل لا يعني الفكره في سترنج ان انا لما اقول له سترنج نيم هو مش محتاج مني ان انا اعرفه مساحه، واقول له سي ان نيم هو كده شغال معايا على طول. طب ايه الايرور اللي هو طلعه ده؟ السترنج دوت يعتبر نوع من انواع الفاريبل الخاصه، شويه ليه مكتبه خاصه بيه علشان ابدا استخدمه صح. فعلشان ابدا استخدمه لازم اروح فوق كده اقول له انكلود السترنج. تمام. طول ما انا مش قايل انكلود سترنج كان هيطلع لي ايرورز. لو جينا شغلنا دلوقتي انا بدخل اهو بيانات عادي جدا، محدش ليه عندي اي حاجه، مش هيقول لي اقف، عمره ما هيقول لي اقف. هيقف امتى؟ اول ما ادوس انتر. طول ما انا ما دوستش انتر هو ما وقفش، هو مش هيقف معايا غير لما ادوس له انتر. طيب عايزين نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعملها بالمكتبه دي. انا مدام فتحت مكتبه يبقى اكيد هي مش عشان السي ان بس، في شويه دوال خاصه اصلا بالسترنج جاهزه. يعني مثلا السترنج احنا مش لسه قايلين دلوقتي ان احنا ما بنعرفش طوله قد ايه؟ انا في عندي داله جاهزه تطلع لي الطول بتاعه قد ايه. انا هقول له كده سي اوت نيم دوت لينث. تمام. وهعمل ران دلوقتي، هدخل له عمر، طلع لي على طول ان عمر ده مساحته كام؟ 4 خانات. طب هو انا ينفع يعني اختار كلمة واحدة من السترنج ده تظهر لي؟ اه ينفع. في عندي ممكن اقول له سي اوت نيم اوف 2 واعمل ران دلوقتي، ادخل الاسم، طلع لي كام؟ طلع لي ايه؟ يبقى انا بشاور عليه زي ما بشاور في الاري. اه بشاور عليه زي ما بشاور في الاري. في كمان عندي فانكشن تانية اسمها نيم دوت ات. تمام. وافتح قوسين كده واقول له المكان اللي انا عايزه. لو عملنا ران دلوقتي ودخلنا برضو عمر طلع لنا الاي. يبقى انا عشان اشاور على مكان يا اما بقول له نيم دوت ات، يا اما بقول له اسم الرقم اللي انا عايزه او اللوكيشن اللي انا عايزه بين القوسين زي بتوع الاري. طب هي لينس بس اللي بتستخدم عشان تطلع لي المساحه؟ لا، انا ممكن اقول له كمان name dot size، الاثنين نفس المعنى. وادي هنا ديت معناها name of 2 اللي هي حل تاني. طيب لو عايزين عندنا 2 string مثلا وعايزين نكتبهم جنب بعض، يعني مثلا name ويبقى عندنا كمان كوما last underscore name. تمام. هعمل ران كده دلوقتي، هدخل مروه وهدخل في اللاست نيم رضوان. دلوقتي هو طلع لي، معلش هو احنا بس ما عملناش اصلا الفانكشن اللي احنا عايزينها، احنا اصلا ما استخدمناش الفانكشن لسه. هاجي دلوقتي هقول له سي اوت، او بلاش سي اوت، هقول له سترينج اسمه فول underscore name بيساوي name زائد last underscore name. وهقول له يا سيدي اعمل لي see out لfull underscore name. هنعمل تشغيل دلوقتي، هقول له مروة وهقول له رضوان
طلعهم لي جنب بعض بس مفيش مسافة ما بينهم. طب هو انا ينفع احط مسافة ما بينهم؟ اه ينفع. هي البلس اللي عملته ايه؟ جمعتهم لي جنب بعض، لزقتهم لي في بعض. ليه ما جيش بعد نيم ديت اقول له بلس وافتح دبل كوتيشن كده واحط بينهم مسافة؟ المسافة دي كده اعتبرها سترينج لان هي جاية بين دبل كوتيشن. لو جينا عملنا ران دلوقتي نجرب، ادي مروة وادي رضوان، بقى في مسافة بين كلمة مروة ورضوان. طب نفرض ان احنا عايزين ندور على كاركتر معين جوه الاري او جوه السترينج، سوري، اقول له سي اوت نيم، او خلينا بقى فول نيم، فول اندرسكور نيم، وبين قوسين كده اكتب له الحاجة اللي انا عايز ادور عليها. انا عايز ادور على حرف الان اللي هو اخر كلمة، اخر حرف عندي. اجيبه ازاي او اشغله ازاي؟ هو في مشكلة في الفول نيم. طيب اوبريتور، اه احنا ما قلناش الفانكشن اللي احنا عايزينها، ما قلناش الفانكشن اللي احنا عايزينها. فانا المفروض اقول له فول نيم دوت فايند علشان يقدر يشتغل. هو في الاول كان مطلع لي ايرور عشان احنا ما كناش عاملين العلامه دي. طيب دوت فايند اوف ان، لو جينا شغلنا دلوقتي هدخل له ام وهدخل له ان، بقى ام سبيس ان، ان دي رقمها كام؟ 2، 0 1 2، ايوه طلع لي 2. طب نفرض ان احنا عندنا حاجه زي مروه رضوان دي وقلت له دور لي فيها على حرف الايه. مروه ورضوان فيهم دي فيها ايه ودي فيها ايه؟ في 2 ايه في الكلمه اللي هو هيدور عليها. هيطلع لي انهي لوكيشن منهم؟ اول لوكيشن هيقابله هيطلعه. لو جربنا دلوقتي كده وقلنا له مروه وبعديها قلنا له رضوان، ادي 2 ايه عندي، طلع لي كام في الاندكس؟ طلع لي 1 اللي هي انهي بتاعت اللي هي بتاعت دي اللي هنا اللي هي بتاعت مروه الاولانيه خالص. انا عندي 3 ايه، طلع لي اول واحده بس. ليه؟ هي الدوت فايند بتعمل كده. طيب في داله تانية صحيح زي اللي هي البلس دي، انا كان ممكن اجي هنا اقول له بس الداله دي بتعمل اد على نفسها. يعني ايه بتعمل اد على نفسها؟ يعني انا لو جيت قلت له نيم دوت ابند اوف لاست اندرسكور نيم، هو هنا مش هيخلي لي في فانكشن في مكان اسمه فول نيم في الداتا، لا هو هيضيف على نيم دي كأن انا بقول له نيم بلس ايكوال لاست نيم، بضيف على نيم نفسها حط لي جنبيها الكتابه بتاعت اللاست نيم. تمام. طيب احنا واحنا بندخل من شويه السترنج بتاعنا كان بيحتاج مننا ان انا ادوس انتر علشان انهي التدخيل. طب افرض ان انا عايز في السترنج بتاعي انتر، انا حاطط قطعه باراجراف كامل عايز ادوس انتر جوه، ينفع اعمل ده؟ اه ينفع اعمل دوت. في داله خاصه اصلا بالانبوت بتاع السترنج اصلا، دي اسمها ايه؟ اسمها جيت لاين. بديها اول خانه اسم الحاجه اللي هعملها. احنا كنا هنعمل ايه؟ هنعمل سي ان، باخد الامر بتاع السي ان بقول له سي ان. طيب كوما اسم السترنج اللي انا هدخله نيم مثلا، كوما ايه الحاجه اللي عايزها توقف بين سنجل كوت كده، مثلا هحط له علامه النجمه وهحط في الاخر سيمي كولون. هعمل تشغيل دلوقتي، دوس انتر، الانتر شغاله معايا اهي. طب امتى هقدر اوقف الكود بتاعي؟ هدوس نجمه انتر، عملت ايه؟ وقفت لي الكود. يبقى انا عملت هنا سكيب كاركتر في الايه، في السترنج. طيب في مشكله تانية الجيت لاين بتحلها، الجيت السي ان ساعات ما بتفهمش السبيس. يعني لو دخلت مروه رضوان كده على بعضها وعملت بينهم سبيس، السي ان العاديه هتاخد مروه بس هتحطها جوه السترنج، ممكن تعمل لي مشكله في بعض الكومبايلرز. تمام. طب احل دي ازاي؟ انا لو قلت له جيت نيم اوف سي ان ونيم كده، انا بقول له استخدم الداله بتاعت السي ان علشان تدخل النيم، بس ما حطيتش سكيب كاركتر. طب في الحاله دي مين السكيب كاركتر بتاعي؟ هيفضل الانتر زي ما هو. عند دلوقتي لو جينا عملنا تشغيل وقلنا له مروه وادي سبيس رضوان وادي سبيس واكتب اللي انا عايزه سبيس اكتب اللي انا عايزه سبيس اكتب اللي انا عايزه، انتر هي اللي ايه اللي وقفت. تمام. يعني دي تعتبر اغلب الحاجات اللي ممكن نستخدمها في السترنج. اه في حاجه كمان، في ان انا ممكن ادخل السترنج في العمليات اللي هي بتاعه المقارنه
اه ينفع اقول له ايكوال ايكوال واقول له الكلام ده. طيب في عندي حاجة اسمها string compare str compare، لازم احط له الاول cout str cmp لمين؟ str لمين ولمين؟ احنا عايزين نقول له للنيم كوما last underscore name. وادي سيب اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.